السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة إن شاء الله. كما كتلاحظوا معايا غادي نخدم معاكم اليوم هذا الرشمة اللي خدمتها على شكل درس وخدمتها على شكل تلاقية. فنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الأخر، فيه الدرس وفيه التلاقية. بالنسبة للحرير ربرمته على جوج، وبالنسبة للعقيق خديت العقيق مهرس. فالبنات اللي ما كياخدوش يعني الكاليتي يعني كياخدوا غير العبار، فنتمنى انكم تخدموا بالعقيق يعني مقاد باش يجيكم الدرس مقاد ومفيني وزوين. فهنا البنات انا غادي نخدم معكم الدرس عند قصير، غادي نخدمه معكم هو الاول، عاد نخدم معكم التلاقية. هنا البنات كما لاحظتوا معايا انا خدمت الحبكة على الثوب، وخديت اول غرزه عملت فيها الخيط، وثاني غرزه ضربت فيها الضربه الاولى ورجعت لهذيك العين الاولى وعملت فيها الدرس ديال واحد او الشوكه كما كنسميوها. وهنا غادي نحزمها بهاد الغرزه وغادي نرجع نفس العين ونعمل فيها هاد جوج لويات، وكنحسب العين الاولى العين الثانيه الثالثه. البنات كنعمل فيها غرزه وغادي نخلي الخيط على هذا الشكل. ها نتوما البنات راه ما مزيرش مزيان وما ما مرخيش مزيان. غادي نحبك فيه واحد 6 الحبكات او 5 الحبكات. فبالنسبه للحبيك ما تزيروش، كما كتعرفوا الا زيرتوه غادي نرجعوا نخدموا فيه ما البرا غادي توحل لينا فيه. فنتمنى انكم ما تزيروش، يعني تعملوا غير 5 حتى 6 الحبكات فيه. وهنا البنات كما قلت لكم ها انتم البنات الا زيرتوه ما ملي تراجعوا تبداو تخدموا فيه تبغيو تخشيو الابره غديكم مزيره مزيان، غادي تمحنوا في الخدمه. وهنا البنات غادي نرجع لهاد العين وغادي نعمل فيها غرزه. وهنا البنات غادي نركب العقيقه الاولى كما كتلاحظوا معايا، غادي نخليها بعيده شويه يعني ما نقربهاش للغرز حتى كنجمعها، يعني حتى كنجي الحبكه الاولى كنعمل فيها غرزه على هذا الشكل، ونركب العقيقه الثانيه وكذلك ناخذ الحبكه الثانيه نعمل فيها غرزه، وكذلك غادي نركب العقيقه الثالثه ناخذ الغرزه اللي قبلها ونعمل فيها او لا الحبكه اللي قبلها ونعمل فيها غرزه. هذه هي العقيقه الاخيره، هنا عملت 4 العقيقات وغادي نركبها كذلك في الحبكه الاولى اللي كنت عملت. هنا البنات غادي نجي لهاد يعني هاد الخيط وكنعمل فيه غرزة على هاد الشكل، كنخلي هاد العوينة ضروري انكم تخليو هاد العوينة البنات. كنجي لهاد الخيط البنات كنعمل فيه الغرزة الثانية ونجي لهاد الخيط البنات كذلك اللي فيه العقيقة نعمل فيه الغرزة الثالثة، كذلك هاد الخيط اللي فيه العقيقة نعمل فيه الغرزة الرابعة. فالبنات هاد الغرز راه كيخليو لينا الدرس يعني هاد العقيق يتبت وما يبقاش يلعب. فهنا البنات غادي ناخذ الغرزة الاولى نعمل فيها العين الاولى نعمل فيها غرزة ونعمل هكا جوج لويات يعني الدرس ديال واحد، ونحزم عليه نخليه واقف على هاد الشكل، ونبدا نحبك على هاد الغرز اللي عندي. كنحبك الحبكة الاولى ونحبك الحبكة الثانية، الصراحة البنات راه كيجي واحد الدرس اللي مفيني، وبالاخص الى عملتوه بالعقيق سبيسيال كما كتعرفوا العقيق مهرس سبيسيال راه كيجي واحد الدرس اللي مفيني زوين، لا بالنسبة للتلاقي ولا الدرس. وصدقوني البنات هاد الدرس راني مجرباه ويعني خادماه في البياسات كيجي غزال، لا بالنسبه للدرس ولا بالنسبه للطلاقيه. وبالنسبه للدرس الثاني نفس الشكل، كنحسب العين الاولى العين الثانيه
الثالثه غادي نشد فيها على هذه الطريقه ونخلي الخيط عادي كما خليته المره الاولى ونبدا نحبك عليه. هانتوما البنات، فهنا غادي نبدا نحبك، ناخذ الحبيك ديالي خمسة او ستة باش بديت وما نزيرش الحبيك. الا زيرتو البنات راكم عارفين ملي تترجعوا تبداو تخدموا عليه غيجيكم واحد الصعوبه في ليبر، ما غتبغيش تخرج لكم بواحد الصعوبه. هنا غادي نرجع لهاد العين اللي كاينه هنا كنعمل فيها غرزه ونبدا نركب في العقيق عادي كما عملت الدرس الاول. هانتوما البنات راه العقيقه كنخليها بعيده، الا دفعتها في الاول غادي تجيني من الداخل ما غتجينيش على برا. وهنا البنات كما قلت لكم غادي نشد في الحبكه الاولى وغادي نركب العقيقه كذلك الثانيه. هانتوما البنات كنحاول انني ندفع العقيقه ما نخليهاش قريبه ليا، كذلك نفس الشكل غادي نعمل العقيقه الثانيه وهذه العقيقه الثالثه ونضرب الحبكه، نعمل غرزه في الحبكه، كذلك العقيقه الرابعه. غادي نجي الحبكه الاخيره ونعمل فيها غرزه، وهنا البنات غادي نرجع بين العقيقه والعقيقه ونعمل غرزه ونخلي هذيك العين هنا. راه البنات الخيط راه تشنتف ليا، غادي نبدلو. وهنا غادي نجي بين العقيقه والعقيقه نعمل الغرزه الاولى ونخلي هذيك العين كما قلت لكم، وغادي نجي لهاد الخيط اللي فيه العقيقه كذلك نعمل فيه غرزه ونمشي للخيط الثاني اللي فيه العقيقه. ها هو البنات، ها هو كيبان لكم يعني هذا اللي فيه العقيقه وغادي نعمل فيه غرزه. دائما ناخذ الخيط اللي فيه العقيقه باش يجينا العقيق واقف. الا خديتو الضربه اللي كتكون بين العقيقه والعقيقه غادي تبقى تلعب لكم هذيك العقيقه وما تجيش واقفه والدرس ما كيجيش درس اللي واقف. فنتمنى انكم تاخذوا هذاك الخيط اللي فيه العقيقه. هنا البنات كما شفتوا معايا راني عملت الغرزه الاولى ورجعت معاها وعملت فيها هذاك يعني الدرس ديال واحد وبديت كنحبك. هنا غادي ترجعوا الحبيك، بالنسبه للحبيك غادي ترجعوا غير بين العقيقه والعقيقه وتعملوا الحبيك، تعملوا واحد ثلاثه الحبكات او الاربعه من القياس اللي خدا لكم. وهنا غادي نرجعوا لهاد العين، هنا البنات الحبكه الاخيره غادي نرجعوا لهاد العين البنات، ها هي العين اللي خليت هاد العين. غادي ناخذ فيها نتوما البنات الا ما شديتوهاش بالصباع ديالكم كتجي ضيقه بزاف. وهنا البنات نفس الطريقه اللي عملت مع هاد الدرس غادي نعملو في هاد الدرس كذلك. هنا غادي نوقف هنا ونبدا معاكم بطلاقيه ان شاء الله. فهنا البنات غادي نبدا بطلاقيه، بالنسبه ليكم ما تبداوش بالدرس هو الاول، بداو بطلاقيه هي الاولى. انا بالنسبه ليا كنخدم الدرس لانني كنلقى بعض الاخوات ما كيعرفوش منين غيبداو، يعني كنعمل لهم الدرس باش يبان لهم ان الدرس راه هو الفوقاني وعاده كيبداو بطلاقيه. كنتمنى انكم تبداو الطلاقيه هي الاولى عاد تبداو الدرس. هذا التوضيح بالنسبه للاخوات اللي ما كيخدموش الرانده يعني عاد مبتدئات. فبالنسبه ليا غادي نعمل بناء الغرز على ثلاثه الغرز. بعد ما كملت الغرزه الثالثه ما رجعتش معاها البنات، كناخذ ضربه في الثوب عاد كنرجع ناخذ الغرزه الثالثه ونعاود نضرب في الثوب. فهنا البنات غادي نرجع مع الغرزه الاولى، ثم البنات كنرجع مع الغرزه الاولى كنعمل غرزه او العين الاولى نعمل فيها غرزه، وغادي ناخذ كنخلي هنا جوج غرز. غادي ناخذ هنا جوج ضربات في الثوب، الثالثه غادي نعمل فيها ضربه. هانتوما البنات يعني الثالثه كنخلي جوج ضربات الوسط والثالثه غادي نعمل فيها غادي نشد فيها.
فهنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي نبدا الحبيك ديالي كما قلت لكم، يعني نفس الحبيك اللي غنعمل في الدرس غادي نعمله في الطلاقيه. بالنسبه لهاد الطلاقيه الا بغيتوها على خمسه الغرز راه غادي تلقاوها في القناه الثانيه ديالي. ها هي غتطلع غتظهر لكم الناس اللي ما مشتركينش فيها، غتظهر لكم هنا في الشاشه، يمكن لكم انكم تبحثوا عليها او لا هبطوا للتعاليق غتلقاو الرابط ديالها في اول تعليق. غادي تلقاو هاد الخدمه راني خادماها على خمسه الغرز، ويعني بواحد الخدمه اخرى فاللي بغاها عريضه هكايا، هذه خدمتها غير على ثلاثه الغرز. بالنسبه للخدمه كما قلت لكم غادي نضرب في الثوب بعد ما عملت الحبيك وعملت غرزه، غادي نضرب في الثوب وغادي نرجع للحبكه الاولى، ركبت العقيقه رجعت للحبكه الاولى عملت فيها غرزه على هذا الشكل، وكذلك غادي نركب العقيقه الثانيه وكنخلي واحد المسافه، يعني كنخلي العقيقه بعيده وكنعمل الغرزه الثانيه، وهنا ركبت العقيقه الثالثه وكناخذ الغرزه ديالي في الحبيك كنعملها وناخذ العقيقه الثالثه. فنتمنى انكم تشوفوا الفيديو اللي قلت لكم بالنسبه للخدمه على خمسه الغرز، راه كتجي غزاله. الناس اللي كيبغيو هكايا هاد الطلاقيه تكون عريضه شويه، فيمكن لكم كما قلت لكم اول تعليق غتلقاو الرابط ديالها، غادي تضغطوا عليه غيديكم مباشره للفيديو اللي فيه هاد. وهنا اخواتي غادي نرجع بين العقيقه والعقيقه ونعمل فيها غرزه كما كتلاحظوا معايا، يعني بين العقيقه والعقيقه كنعمل الغرزه الاولى وكنشد هذاك الخيط بالضفر ديالي او لا بالصبع، كنخلي على شكل عوينه هنا، وغادي نجي نركب هنا. خديت الخيط اللي فيه العقيقه، خديت هانتوما البنات راه ما خديتش بين العقيقه والعقيقه، يعني خديت الخيط اللي فيه العقيقه باش هذيك العقيقه كتصير وكتثبت وما كتبقاش تلعب وكتجي واقفه والدرس كيجي واقف. خديت فيها غرزه، وهنا كذلك غادي نمشي لهاد العقيقه، يعني الخيط اللي فيه العقيقه انتم البنات، وكنعمل فيه غرزه على هذا الشكل. ها هو ها هما ثبتوا عندي، ما بقاوش كيلعبوا كما كانوا. هنا غادي نضرب في الثوب، يعني القياس اللي عندي، وغادي نرجع بالحبيكه البنات كناخذ بين، يعني بين كل عقيقه وعقيقه كناخذ الحبيك ديالي. وهنا اخواتي كنخلي الخيط على شكل نصف دائره وكنبدا نحبك بين كل عقيقه وعقيقه كناخذ الحبكه. انتم البنات واخا مزير شويه راه لا عرفتوا منين تخشيو الابره راه ما غيجيكمش مزير. هنا كنبقى ناخذ الحبيك ديالي، يعني ناخذ واحد ثلاثه الحبكات او اربعه الحبكات، وهنا غادي ناخذ هاد العين اللي خليت غادي ناخذ فيها غرزه على هاد الشكل. غادي نحسب واحد كانني غادي نعمل ضربه، جوج، ثالثه كما قلت لكم غادي نضرب في الثوب، غادي نرجع مع هذا الخيط بالحبيك ناخذ فيه واحد خمسه الحبكات او سته، وغادي نرجع لهاد العين. ها هي مكونه عندي هنا واحد العين، غادي ناخذ فيها غرزه ونبدا نركب في العقيقه ديالي، يعني العقيقه الاولى غادي نعمل في الحبكه الاولى نعمل فيها غرزه، وناخذ كذلك العقيقه الثانيه، غادي ناخذ الحبكه ونعمل فيها غرزه،
يعني كنبقى غدا بنفس الشكل لا مع العقيقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فعبار واحد وشكل واحد. كنبقاو غاديين بنفس الطريقة، الطريقة سهلة وبسيطة. هنا البنات عندي العقيقة الأخيرة، كناخد هاد الحبكة الأخيرة كنعمل فيها غرزة، وغادي نرجع مع هاد يعني بين العقيقة والعقيقة غادي نرجع ناخد غرزة ونخلي هاد العين باش نشد فيها ملي نبغي نعمل يعني الضرس الثاني. فهنا البنات كنبقى نرجع في العقيقة في الخيط اللي فيه العقيقة، وهنا غادي نشد البنات يعني في الطرف ديال الثوب القياس ديال العقيقة يعني نيشان مع هاد العقيقة، هي اللي كناخد بها العبار. غادي ناخد غير غرزة في الثوب، غرزة واحدة، وغادي نرجع مع هاد الغرز اللي عندي بالحبيك. فهنا غادي نبقى ناخد في الثوب غير ضربة واحدة صافي. فنتمنى ان فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تستافدوا منه والشرح يكون واضح ليكم، يكون مسموع والصوره تكون واضحه ليكم. وهنا البنات غادي نبقى غاده بنفس الطريقه، يعني على طول بياسة غادي نبقاو نخدموا بحال هذا الشكل. كناخذوا نخلي واحد جوج ضربات، يعني الضربة الثالثة كنعمل فيها غرزة ونرجع مع هاد الخيط بنفس الشكل بنفس الطريقة، وكنبقى غادا بنفس الطريقة على طول بياسة. بالنسبة لكم إلا بغيتو تخدموا بلون واحد ديال العقيق، راه يمكن لكم أنكم تخدموا بلون واحد، جوج تلوان، ثلاثة تلوان، المهم الاختيار كيبقى لكم. أنا هنا كنطبق معكم غير الرشمات، وكنخدم باللي كاين عندي ديال العقيق، يعني ما كناخدش الثوب وناخد ليه العقيق، المهم العقيق اللي عندي كنخدم به باش نخرج لكم واحد الرشمات. فنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله.